50% مهن صناعيه. احنا نقدر نستغنى عن المهن الصناعيه في حياتنا؟ استحاله ما نقدرش. ليه؟ لانها مهمه جدا بالنسبه لنا. تمام؟ طيب انا عندي امثله من المهن الصناعيه. لو بصينا معايا كده في الكتاب هلاقي عندي النجاره، وهلاقي عندي السباكه، وهلاقي عندي الكهرباء. كل مهنه من المهن دي استحاله ان احنا نستغنى عنها او نعيش من غيرها. يوميا في حياتنا لازم المهن دي تمر علينا. نيجي كده نبص كده على ادوات النجاره معايا. بصوا معايا هنا، هتلاقي عندي هنا الشاكوش، هتلاقوا المنشار الحدادي، هتلاقوا اللي هو دوت اللي هي الماسوره او القياس اللي بتقيسوا بيه، هيلاقي عندي هنا مبرد، هيلاقي عندي القلم الرصاص اللي لازم ينمر بيه او يحط علامات بيه، وعندي المتر اللي بالمنظر دوت. خلاص دي ادوات ايه؟ النجاره. تمام؟ لو جينا بصينا لادوات السباكه. تمام؟ بصوا معايا، ده المفتاح الفرنساوي، خلاص؟ في منه نوعين. تمام؟ دي عندي الحنفيه، تمام كده، ودي عندي كماشه، وعندي اللازق الشريط اللي هو التليفون ده اللازق دوت، ودي دي عارفينها ديت، ديت بتبقى مش ماسوره، بص يعني ماسوره بس ليها فتحتين، تمام كده، او ليها دول خارجين، خلاص؟ طيب لو جينا بصينا للكهرباء وادوات الكهرباء، هاجي عندي دوت اللي هو مفك التست اللي بقيس بيه الكهرباء، وكل حاجه من دي بعد كده هنشرحها استخداماتها ايه بالظبط. تمام؟ دوت اللي بقيس بيه التيار الكهربي او تردد التيار الكهربي، وده عندي مفك، خلاص، وعندي زراديه، تمام كده، ماشي. طيب لو جينا بصينا برضو الصحات المنزليه، مفيش بيت مش محتاج فيه ان انا اصلح فيه اي حاجه. نجيب كده ابسط حاجه عندنا، لو جه عندي حصل فيه شك في البياض بتاعي او في الحيطه بتاعتي، الشك دوت اعمله ازاي؟ هجيب الماده الخاصه ان انا ادابي بيها الشك ديت، خلاص كده، الماده ديت بجيبها اللي هو المعجون، وابتدي ان انا احطه على الشك بتاعي، واول ما ينشأ اجيب الصنفره واصنفر بيه الحيطه، يبقى انا كده الشك اللي عندي اللي موجود في قلب الحيطه ده كله مليته بايه؟ بالمعجون، فبالتالي ان هو اختفى. وهاجي بعد كده اشوف لون البياض اللي انا عامله بيه الحيطه بتاعتي، وابتدي ان انا ايه؟ ادهن بعد ما نشف، خلاص؟ يبقى كده انا قضيت على الشق اللي كان عندي منظره وحش، قضيت عليه وايه؟ اتخلصت منه. طب لو جه الخشب برضو، الخشب بتاعي لو في اي مثلا اي تشققات في الخشب بتاعي، هجيب المعجون الخاص بالخشب وهملى بيه التشقق اللي موجود في قلب الخشب ده، اول ما ينشف هروح برضو ايه؟ مصنفراه ونعماه، وابتدي ان انا اديله اللون اللي هو لون الخشب بتاعه، يبقى انا كده برضو قضيت عليه ونهيت عليه، وبقى ايه؟ مش موجود ولا ظاهر عندي في الخشب ولا ظاهر عندي في الحيطه اللي انا عملتها، ماشي؟